مساء الورد على احلى ستات مستخدمي تابر وير. النهارده هوريكم قطعه جميله جدا 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 معانا في العروض، وهي السيرفنج سنتر الطبق المتقسم. الطبق ده روعه، ما نزلش من زمان. هوريكم بس الاول عشان نتخيل مع بعض حجمه، في ناس مش متخيله حجمه وفي ناس فاكره ان هو صغير. دي القاعده بتاعت علبه التورته، تمام؟ بصوا حطيناها هنا كده اهي، في فرق ازاي؟ تمام، ممكن تقعد فيها اهي. يعني هو تقريبا 37-38 سنتي. دي الإزازة الاتنين لتر اهي، تمام كده. اعتقد ان حجمه واضح. الطبق متكون من القاعدة نفسها، عبارة عن 6 اجزاء، ومعاها بولة تقريبا 400 ملي او اقل. ولو شلناها خالص بتبقى ده الجزء السابع. البولة طبعا ممكن استخدمها منفصلة تماما في الثلاجة، تمام. وفي القاعدة بتاعتي طبعا عميقة زي ما احنا شايفين. طيب ده بستخدمه في ايه؟ اول حاجه انا ده ممكن استخدمه طبق تقديم عادي جدا، طبق للعيش، اغرف فيه مكرونه رز، لان طبعا بيتحمل الحراره، تمام. عندي هنا الطبق ده ليه استخدامات كتير جدا. اول حاجه ممكن تعمليه طبق فاكهه، وفي الصيف ممكن هنا بنحط تلج مجروش، وبحط الطبق كده فوقيه علشان يحفظ لي درجه الحراره. ممكن استخدمه للكحك والبسكوت والسابليه، وبستخدم دي صينيه شاي. ممكن استخدمه للمكسرات، ممكن استخدمه للسناكس، ممكن استخدمه للفاكهه المتقطعه، خضار متقطع. في استخدام لطيف جدا كانت عضو عندي عملته، ان هي بتعمل ده طبق للجبن في الثلاجه، بيبقى جاهز انك تطلعيه ساعه الفطار او العشاء. بتحط انواع جبن كتير جدا. ممكن كمان تعمليه طبق عشاء ستاندرد ثابت، بتحطي فيه التوست، لو بتحطي المخللات، الجبن، الخضار. كمان ممكن احط فيه كيك، ممكن احط فيه طبق غدا لو انت مثلا سايبه اولادك، او سايبه او بتحضري الاكل لجوزك، بتحطي فيه البروتين والرز والمخلل والخضار المتقطع والخضار الطبيخ لو انت عامله، والفاكهه كمان بنحط فيه. كمان قلنا زي السابلي والحاجات اللي بنقدمها، ممكن تقدميه على طول للضيوف. هو طبق روعه جدا جدا. هوريكم برده دلوقتي تقريبا ساعته قد ايه. الكوبايه دي بتاعت فروزن اللي نازله معانا، تقريبا 330 مللي. طبعا ده لسه فيه كمان مساحه كبيره، يا رب يكون الحجم بتاعه واضح معانا. نازل معانا باوفر حلو جدا، بخصم حلو جدا ما يتفوتش. وجايبه طبعا الطبق ده روعه، ما نزلش من زمان. وجايب هنا فلفل الوان، وخس متقطع، وزيتون، وخيار بشرام. هنا بشرته علشان حاولت ان انا انزل الميه اللي فيه، وجزر مبشور، تمام.